لو الحكاية فيها إن فيديو لكن هذا النص الوضع اللي احنا بنتصرف فيه الان لم يكن تنفيذا لهذا النص، لان مفيش دوائر خاصه تنظر براي الرشوه ولا الاشتراك. هو دوائر مختصه بنظر خطيره عينها في الدفاع عن القضايا بالنسبه للقاضي الطبيعي لنظرها امام هذه الدائره. وهذا انا كمجتمع كممثل عن المتهمين يمثل استسلاما تسليما بحق دستوري مقرر بنص الماده 96 و97 من الدستور المصري. لذلك نحن نتمسك بعدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوه واختصاص الدليل 9 جنايات شمال القرار من غير الدعوه. دخل دار القبض للتفتيش وانا اعلم تمام العلم أن الزملاء يكونون في هذا الباب، لكن أقول وأضع أمام حيث في محكمة الوضع. نحن إذا ما ظلم الإنسان، إذا ما وقع عليه زوج، يلوذ بالله عز وجل أولا، ثم يلوذ القضاء. هذا هو قدر القضاء. أن يجعله الله جالسا ليقضي بين الناس، بل أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يؤتى بالقاضي العادل يوم القيامه فيتمنى من شده ما يلاقيه الا يكون قد حكم في شده امره. بل من شده ما يحاسبه الله عز وجل يوم القيامه يتمنى الا يكون قد حكم في شده امره. لذلك سياده الرئيس لما نطلع على محاضر الضبط مذكرات الضبط اجد شيئا عجيبا. 5 مذكرات ضبط، 68 متهم ومتهم قبض عليه شخص واحد. صور مال. خانية من التواقيت او التأليف ليها او اتساع الضبط. خانية تماما. طيب المتهمين لما اجي اتكلم في الحقائق على المتهم الاول اسامة زيد اللي هو فعل سعيد وفعل مش عارف. وانا عارف مش وعارف فقط هو جامعة بره الجامعة. طب حاجة كانت ايه؟ ما هي سواء قضية مش قضية ان انا اضرب شرطة وامنع بوكس ولا دي اس ولا بكتب مذكرات وقال لي قضية وديني المحكمة. القصة مش كده ساعة الرئيس ده. القصة ان الضابط الدستوري والضابط القانوني والشرعية والمشروعية الإدارية اللي بيحصل على الدستور عشان ضابط المتهم وعشان ضابط الناس. ما هو أنا لما ألاقي إن القانون يسود، دولة القانون تسود، ودولة العدل تسود، مش هنلاقي المشاكل اللي إحنا شايفينها ولا هنيجي هنا ولا على قانون الرعاية الإرهاب ولا يبقى في حالة ضرر في البلد. مش هتلاقي لو في قانون في سيادة قانون في إكرام للدستور مش هنيجي هنا. لما الدستور يبص إن يجوز القبض على الشخص أو تعطيته أو تفتيشه إلا بمساواة قانون. في المكتب.